من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز، وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع. Transformed into world's one of the most stable, developed, and successful countries. And we, your brothers in Azerbaijan, are really proud of what you are doing. عمل صندوق أبو ظبي وأهدافه الاستراتيجية تتوافق مع سياسة دولة الإمارات الخاصة بالمساعدات المائية. صندوق طبعاً يعكس الأسس السامية والنهج الراسخ لقيادتنا الرشيدة. كل هذا يأتي من خلال مساندة مجتمعات الدول النامية. استطعنا ولله الحمد أن ندعم تلك الدول الشريكة ونمكنها من تنفيذ مشاريعها التنموية ضمن طبعاً قطاعات حيوية واللي بدورها ساهمت في دعم اقتصادات تلك الدول، أدت أيضا في نفس الوقت إلى تحسين ورفع من جودة حياة سكان الدول المستفيدة من نشاط الصندوق. اليوم نجد المشاريع اللي مولها صندوق أبوظبي غطت أكثر من 100 دولة حول العالم. أذربيجان من ضمن الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق الاستراتيجية. دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أذربيجان، وبقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير ومثمر في مختلف المجالات. وهنا أود أن أشير إلى أن العلاقات الثنائية تعززت أكثر بعد افتتاح سفارة دولة الإمارات المتحدة في أذربيجان في العاصمة باكو في عام 2011، وبفضل الإرادة القوية للبلدين وجهودهم المشتركة تحقق مستوى عالي وناجح في العلاقات الثنائية، وهذه العلاقات أخذت في التوسع في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الاقتصاد والسياحة والطاقة والتجارة والاستثمار. كان عام 2022 عام متميز في العلاقات التجارية الاقتصادية بين دولة الإمارات وأذربيجان، تجاوزت فيه الأرقام 970 مليون دولار أمريكي وما يناهز المليار، بنمو ما يقارب 46% مقارنة في عام 2021، ضعف أرقام 2020 وثلاث أضعاف أرقام 2019، وهذا يبين أن هناك نمو كبير ومتصاعد في العلاقات التجارية الاقتصادية بينهم، بالإضافة إلى الاستثمارات والتبادل الخبرات اللي تصير بينه وبينهم. We enjoy excellent relations with the United Arab Emirates, and this cooperation is very valuable for both of our countries, and we have excellent relations in the political and also economic spheres. And of course, I also would like especially mention the friendship and close cooperation between our leaders of two countries. So we are presently cooperating in many spheres, and I am sure that we will have even more cooperation in the future.
تجمعنا طبعا علاقة متميزة مع أذربيجان بدأت من عام 2004، ونحن للأمانة في الصندوق نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية واللي تكللت بإنجاز مشاريع تنموية رائعة. من أهم تلك المشاريع أولا مشروع طريق باكو الدائري السريع، اثنين مشروع محطة جنوب الكهربائية. First of all, of course, there is a traditional friendship and brotherhood between our nations. There is a very solid and friendly and brotherly relationship between heads of our states. And of course, we try to convert these common values, common views and aspirations into our economic and trading activity. And in 2021, we also had a very positive dynamic. The trade turnover grew by about 25%. We also have a number of mutual investment projects in our countries, which will have their effect and impact in coming years. Coğrafi mövqeyi baxımından Respublikanın ən önəmli yerlərindən birində yerləşdirdi ki, bu stansiyanın yerləşdiyi yer, yəni Respublikanın coğrafi mövqeyi baxımından mərkəzində yerləşdiyindən Respublikanın qərb istiqamətində və ən önəmli olan variant odur ki, buradan Bakıya çox yaxın bir məsafədə yerləşdirilirdi. Və ona görə burada istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülməsi ən belə böyük əhəmiyyət kəsb elədiyindən Respublikanın enerji təchizatında elə güc baxımından da Respublikanın enerji təchizatının 30-35% bu stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisi təchiz olunur. Birinci böyük əhəmiyyət kəsb edən variant budur. İkincisi, bu stansiya Respublikada istehsal olunan elektrik enerjisinə hər bir kilovat saatinə sərf olunan yanacaq sərfi baxımından ən ekonomik stansiyalardan biridir. Yəni şimal elektrik stansiyasından sonra bu stansiyanın istehsal elədiyi elektrik enerjisinin sərf olunan yanacağın miqdarı 230 qrama yaxındır və bu da şimaldan sonra birinci yerdə durur. Stansiyanın bugünkü işçi heyətinin 99%, yəni ki təxminən 100% hamısı milli kadrlardır. Əvvəllər kadrla bağlı problemlərimiz var idi, amma artıq işçilərin təcrübəsi artdıqca o problemlər təqrim aradan götürülmüşdür və stansiya sabit 760 MW yükünü istehsal edir. Ola bilər ki, gələcəkdə bizim stansiyanın perspektiv inkişafı olaraq stansiyanın ərazisi imkan verir ki, قام الصندوق بتمويل محطة حديثة للطاقة وهي محطة جنوب الكهربائية بقيمة بلغت حوالي 223 مليون درهم. يتضمن المشروع تركيب وتجهيز 4 توربينات غاز بالإضافة إلى توربينين بخاريات بالإضافة كذلك إلى مولدات وأنظمة سلامة وخطوط لنقل الطاقة، كما تم تزويدها بكافة التجهيزات الفنية اللازمة الأخرى. تتميز المحطة بقدرتها على إنتاج 780 ميجاوات من الطاقة المستدامة، كما تم مراعاة الجانب البيئي في إنشاء هذه المحطة للحد من ظاهرة التغير المناخي. قام هذا المشروع أيضاً بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1.3 مليون طن سنوياً. جانب power plant is one of the biggest and the most important power plants in Azerbaijan. It is actually the biggest power plant which we have built here in Azerbaijan since our independence times, and this is the 780 megawatts capacity and is very efficient, modern. ت
تطور مصدر حاليا محطة قرداخ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجا وات في أذربيجان، وهو أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في الدولة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في نهاية عام 2023. ستساهم المحطة في توليد 500 كيلو وات للساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110,000 منزل. كذلك سيسهم المشروع في الحد من انبعاث أكثر من 200,000 طن من الكربون سنوياً، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي. In 2021, in April, we signed an investment agreement, a power purchase agreement, and connection and transmission agreement with a very famous UIA company, Masdar, on this solar project of industrial scale. In March of 2022, it was a groundbreaking ceremony of this project where the president of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev, was also participating, and we enjoyed also the participation of the high-ranking delegation led by my friend and colleague Minister of Energy of the UIA here in Azerbaijan. So in August already we have completed the financial close of this project, and it is going to be built during the 2003, and in October of 2023 we are going to have the first energy, and the commercial operation will start in January of 2024. Its name is Karadagh station. It's not so far from Baku city in the Karadagh region, just about 60-70 kilometers from center of Baku. We inshallah expect the launch of operation of the first solar power plant in Azerbaijan that is being done in cooperation with Masdar. And number of other projects to follow up, and the relevant documents have been already signed between our Minister of Energy on one hand, SOCAR, which is a state-owned oil and gas and energy corporation, Masdar, and number of other partners, which envisage the investment into the solar and wind power production. At the first stage, additional 2 gigawatts, 2,000 megawatts, and with another 2 gigawatts at the next stage. Burada güneş elektrik santrali panellerden kuraştırılsın. Sonra stansiyadan təqribə 50 kilometr məsafədə tikilməsi nəzərdə tutulan ələt güneş elektrik stansiyası ilə bizim Cənub Elektrik Stansiyası arasında əlaqələndirici xətt kimi 330 kilovoltluq hava xəttinin tikintisinə start verilib. Kadr hazırlığı ilə bağlı artıq problemlərimiz olmadığını mən qeyd elədim, amma ki bu günlərimizin podrasi təşkilatlar olaraq Cənub Elektrik nümayəndələr bizim əsaslı təmirlər aparır. Amma yəqin ki, gələcəkdə o problem də həllini tapar, yəni milli kadr baxımından bütün qaz suyunların təmirlərində özümüz eləmək istiqamətində işlər aparılır. UIA is the one of the you know few countries in the world that very intensively contributing into the being the oil and gas country, contributing into the green energy developments, as I just showed on example of Masdar, which is not only actively working in the
United Arab Emirates, but as you see, also in Azerbaijan. This conference will have very significant role in the energy transition, I believe. And this cooperation with the United Arab Emirates and Azerbaijan will make its important contribution also in the future into the energy transition globally. Bu dünyada baş veren iklim değişikliğiyle bağlı, onun fikrimizde çatmak istedim ki, iklim değişikliği istiləşmə prosesine doğru gittiğinden, həm istiləşmə prosesi Azerbaycan'a da öz təsirini göstərir. Deməzdim ki, müsbət istiqamətdə, yəni müsbət istiqamətdə iklim değişikliği artık Azerbaycan'daki havanın temperaturasına, belki istiləşməsinə doğru təsir elədiyindən, ola bilsin ki, günəş elektrik stansiyalarının sayının, gücünün artırılmasına, onun tikintisi önemli bir şərait yarada bilər. Ama istiləşmə prosesi artık quraqlıq yaratdığından, içməli su problemi yaratdığından. The next projects we are going to implement are the green projects. So we are going to become the supplier of green energy. And that's why it is important to have such important and reliable partners like Masdar, for example, in order to implement these projects here in Azerbaijan. Because, as I mentioned already, it is not only for our domestic use, it is also for the sake of, you know, energy security of our partners. And at the same time, it is the large contribution into the climate change issues. So we have committed as Azerbaijan to reduce the greenhouse emissions by 40%. We are establishing the green energy zone, and it will be net zero emissions by 2050. مول الصندوق في عام 2004 طريق باكو الدائري بقيمة 37 مليون درهم إماراتي، حيث تم إعادة تشييد الطريق غرب العاصمة باكو وتطوير بنيته التحتية وتزويده بأحدث الخدمات اللازمة. يبلغ إجمالي طول الطريق حوالي 21 كيلومتر، حيث يتكون الطريق ويتضمن إعادة تأهيل أربع مقاطع رئيسية بعدة مستويات مختلفة، بالإضافة إلى بناء الجسور والمعابر اللازمة لسلامة الطريق. وتم تزويد هذا الطريق بأنظمة حديثة لتصريف مياه الأمطار، كما تم تزويده بشبكات لإنارة على طول الطريق. ساهم المشروع هذا وبناء هذا الطريق وإعادة تشييده في تسهيل انسيابية الحركة المرورية لرواد الطريق وسرعة نقل البضائع عبر مختلف المناطق، كما تم تخفيض التكلفة المادية على الأفراد، كما أصبح الطريق أكثر أمانا وسلامة لتنقل أفراد المجتمع. جمهورية أذربيجان ومتميزة بأنها تحاكي دولة الإمارات والنمو الأساسي معنا، بنفس الوقت هي بوابة لدول العديدة في المنطقة في قطاع الاستثماري التجاري. طبعا نتكلم عن قطاع الخدمات بشكل دقيق، ولكن نتكلم على نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري،
تتكلم عن القطاع الأمن الغذائي، هناك أيضا اهتمام بشكل كبير في القطاع اللوجستي، واللي هو بيكون أيضا أحد أهم المستهدفات العديد من دول خاصة أمريكا اللاتينية اللي تستهدفون أذربيجان من خلال الاستثمارات الإماراتية للدخول للسوق الأكبر. Well, we are very well. We are very determined to continue to deepen and expand our relationship. We are working towards making sure that the same mutual understanding and spirit of cooperation that we have on G2G level is also displayed and achieved at the private sector. I think we with again with great help and open mind approach that we have from our brothers and colleagues in UAE. We are achieving it. Numbers, investment projects, a growing number of flights, mutual visits at ministerial level. I think these are all good indications of the fact that inshallah we will be able to reach all the goals which our leaders have defined for us. مع وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المهمة لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الغير نفطي بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات خلال عام 2021 تقريبا إلى 2.4 مليار درهم. ولا يخفى عليك أيضا حاليا يتم العمل على تدشين آفاق جديدة لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، حيث تم افتتاح أول مكتب للتمثيل التجاري لجمهورية أذربيجان في الإمارات بإمارة دبي. We will certainly continue to remain reliable partner for our natural gas supplies, and we will even enhance, probably we will double our natural gas exports by the years to come, and of course we are going also to become one of the significant green energy resources supplier to the international market, because Azerbaijan, you know, has not only oil and gas but also has a lot of sun, a lot of wind here also in the Baku city and around the city, and we have recently discovered the large, very large offshore wind capacity in the Caspian Sea, in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea, which we are going to exploit not only for the benefit of our country but also internationally for the benefit of all our partners. For both of our countries, a major goal is a sustainable diversification of our economies. We want to diversify in industrialization, in services, in trades, in financial sector, in agricultural production, in digitalization, IT, because this is really what makes possible a further development on one hand of the sustainable economy, but on another hand also corresponds to the high level of human capital. We being a landlocked country without access to open seas, we pay a lot of attention and we do a lot of investments in railroads, auto mobile roads, but of course also in aviation. نحن طبعا في صندوق أبو ظبي للتنمية سنواصل مسيرتنا في تحقيق البرامج التنموية ذات الأولوية للدول الشريكة. كل هذا يأتي متوافقا مع سياسة دولة الإمارات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة عالميا. المرحلة الجاية للعلاقات التجارية الاستثمارية دولة الإمارات هي عملية التنويع بشكل كبير، وأذربيجان تعتبر من هذه المستهدفات في المرحلة القادمة بحكم أنها هي بوابة لشرق أوروبا وأيضا بوابة إلى العديد من دول آسيا الوسطى. مهتمين بشكل كبير لتوزيع للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وهو هذا قاعدين نشوف الرتم الكبير من خلال الاستثمارات الإماراتية واللي تعتبر العصب الرئيسي لأي اقتصاد ونمو في العالم. النقطة مهمة في القطاع الأذربيجاني
دولة شابة، دولة حجمها قريب من حجم الدول اللي في نمو متصاعد، وأيضا بنفس الوقت اهتماماتها والانفتاح الكبير للصير والاستقرار السياسي يساعد في هذا الاستثمار. تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر على المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. إن شاء الله we'll be able to reach all the goals which our leaders have defined for us, because the spirit is there, the desire is there, and the ability is there. So we look very much forward to implementation of all these opportunities. I hope very much that we will successfully continue our cooperation with companies, with financial institutions, but also in general with the UIA, because I am sure that these two countries have great futures. Ve o müsbet değerlendirilir ve kredi formasında Abu Dhabi İnşaat Fondu'nun burada kapital kuruluşunda